حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. عامل يمني يتحدث لموقع إخباري: أستطيع حمل كيس القمح لكنني لا أستطيع شراءه. موقع ألماني يعنون: المنتخب اليمني، شمعة تضيء أيام اليمن السعيد الحالكة. ومن أخبارنا المنوعة: نجل جديد للقذافي يظهر في أحد سجون زيمبابوي ويرفض العودة لليبيا. أهلا بكم. المرحلة الأولى من المفاوضات معلقة ولم ينجز منها شيء، والبدء في مرحلة ثانية نوع من العبث كما ترى الحكومة الشرعية. ويعنون موقع مأرب بريس: شرط الشرعية الوحيد للجلوس مع الانقلابيين من جديد. وقال الموقع إن الحكومة اليمنية اشترطت تنفيذ اتفاق أشرفت عليه الأمم المتحدة في ستوكهولم السويدية قبل الذهاب لأي مفاوضات جديدة مع جماعة الحوثي المسلحة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أكد فيها أن الحكومة الشرعية لن تذهب إلى جولة مفاوضات جديدة ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة وتحقيق كل ما تم التوافق عليه في ستوكهولم. لا توجد معارك في ماوية التابعة لمحافظة تعز، ولكن هناك قتلى بصورة مستمرة، والسبب كما يؤكد عنوان المصدر أونلاين: مقتل 3 مدنيين بألغام زرعها الحوثيون في منطقة ماوية جنوب شرقية تعز. وقال بيان صدر عن مدير عام مديرية ماوية عبد الجبار الصراري إن المواطن قاسم أحمد فارة ونجله ونسبه، وهم من أبناء عزلة حوامرة، قتلوا في طريق القطين لدى عودتهم من سوق الربوع بلغم زرعه الحوثيون في المنطقة قبل دحرهم منها. وأدان مدير المديرية الجريمة المؤلمة التي لا تعد الأولى في المديرية، كما أدان استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بزراعة الألغام في الطرق العامة والجبال والمرتفعات في عمل ينم عن نزعة إجرام وحشية دنيئة تجعلهم يستمرون في قتل الأبرياء لعشرات السنين. وأشار الصراري أن ميليشيا الحوثي فخخت جبالا وطرقا ومرتفعات يقصدها مئات المواطنين يوميا للرعي والاحتطاب. وطالب الصرار الحكومة الشرعية والدول والمنظمات الراعية لمفاوضات السلام إدراج بند إزالة الألغام كأولوية في أي مفاوضات وتفاهمات قادمة. 70 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ما لم نناضل من أجل كل شيء فلن ننال أي شيء. تحت هذا العنوان كتب كومي نايدو مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. مضى وقت طويل منذ تم الاتفاق على الحريات والحقوق 30 القوية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول ديسمبر من العام 1948. ما يزال ذلك الإعلان إلى اليوم هو الرؤية الأكثر تقدمية لما يمكن أن يبدو عليه عالمنا. وبينما نعيش الذكرى 70 لإطلاقه، ينبغي أن أكون بصدد كتابة مقالة احتفالية عن كم حققنا معا في هذه العقود، وهو ما فعلناه بلا شك في جعل تلك الرؤى حقيقة واقعة. ومع ذلك فإن الحقيقة هي أننا نرى في العام 2018 تصاعدا في اتجاهات التعصب وعدم التسامح وعدم المساواة الهائل، وفشل الحكومات في اتخاذ الخطوات الجماعية التي تمس الحاجة إليها لمواجهة التحديات العالمية. ويبدو أننا نقف الآن بالضبط في نفس الوضع الذي وعدت فيه الحكومات التي تبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمنعه. وبعيدا عن كون هذه الذكرى لحظة للاحتفال، أعتقد أن علينا أن نكون بصدد استخدام هذا المعلم التاريخي لتقييم المخالفات وإعادة تركيز النضال لجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة للجميع. تفسر المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن هذه الحقوق تنتمي إلينا وتخصنا جميعا، سواء كنا أغنياء أو فقراء، وأيا كان البلد الذي نعيش فيه، ومهما كان جنسنا أو لوننا، وأيا كانت اللغة التي نتكلمها، أو مهما يكن ما نفكر فيه أو نؤمن به. ولم تتم ترجمة تلك الرؤية العالمية إلى واقع، ونحن نرى أن هذا المبدأ الجوهري الذي يقع في الأساس من كل حقوق الإنسان وهو يتعرض لهجمة قاسية. وقد قمنا نحن وبقية منظمات حقوق الإنسان بتسليط الضوء مرارا وتكرارا عن الكيفية التي اكتسبت بها الروايات عن اللوم والكراهية والخوف هذه السيادة العالمية
بمستوى لم نشهد له مثيلا منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ما زلت أقدر على حمل كيس القمح لكن لا أقدر على حمل ثمنه. بهذه العبارة لخص الستيني أبو أحمد واقع الملايين من اليمنيين في ظل الارتفاعات السعرية الحادة. هذا مفتتح تقرير نشره موقع المشاهد نت عن مواطن يحمل لقب الأحدب وهو يعمل حمالا لأكياس القمح وكافة السلع الغذائية من المتجر الذي يجلس أمامه منذ 22 عاما ينتظر الزبائن الذين يحمل لهم أمتعتهم. لا تختلف معاناة حسين السلامي عن معاناة الحاج أبو أحمد، حيث يضع السلامي يده على خده بعد أن جلس على الرصيف المجاور لمتجر لبيع المواد الغذائية بصنعاء، وقال للموقع: يقتلنا الدولار والتجار، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار التي يربطها التجار بالدولار، إلا أن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا، فالدولار سجل تراجعا دون أن تشهد أسعار السلع انخفاضا موازيا. يقول الموقع: تبرز أزمة تقلبات سوق الصرف في اليمن بأنها من أخطر التحديات الاقتصادية التي تواجه بلدا يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج، بما في ذلك الغذاء والدواء والكساء والوقود، ما يجعل الأسعار المحلية والظروف المعيشية للمواطنين رهينة للتغيرات في الأسعار الدولية وصدمات سعر الصرف المتتالية. يفيد الموقع أن المواطن اليمني يحلم بأن يجد أسعار السلع وبالأخص الغذائية والدوائية قد انخفضت بما يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار. تتحدث صحيفة الأيام عن مستشفى في لحج ميزانيته التشغيلية لا تكفي لتشغيل عيادة صغيرة، وعنونت الصحيفة الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن: مستشفى حلمين بلحج أقسام لا تعمل وميزانية لا تتعدى 300 ألف. وقالت الصحيفة إن المشفى يعد الوحيد في منطقة حبيلة الريدة، وتم إنشاؤه في سبعينيات القرن الماضي. وفي سياق حديثه للأيام عن وضعية مستشفى حلمين وما يواجهه من صعوبات وأبرز احتياجاته، قال مدير المستشفى فتحي حسن: المستشفى يعاني من عدم توفر الكادر الطبي لتغطية كل الورديات ونقص الإمكانيات، حيث أن الميزانية التشغيلية غير كافية وتذهب لتغطية بعض النفقات. الحالة العربية في نهاية 2018. تحت هذا العنوان كتب إبراهيم الصياد مقاله في الحياة اللندنية مضيفا: تشاءم البعض عندما رأى أنه لا توجد أي مؤشرات على أن هناك مستقبلاً عربياً أفضل، إذ أن معظم الجروح العربية ما زالت ملتهبة ونازفة وتستعصي على الشفاء. وتعود هذه النظرة التشاؤمية إلى ثلاثة عوامل موضوعية: أولاً، تراجع فكرة التوحد القومي العربي بعد أن سيطر الانقسام المذهبي والعرقي الشعوبي على الفكر والعقل العربي في كثير من التوجهات. ثانياً، تعتبر إسرائيل الطرف الإقليمي الأكثر استفادة من الوضع العربي الراهن، وإن كان لا يمكن اتهام الدولة العبرية بأنها مسؤولة عما يفعله العرب بأنفسهم طالما أنهم تكفلوا بتدمير بلادهم. ثالثاً، الدوائر الغربية تشخص الكوارث العربية بأنها تحدث بأيد عربية، لكن ما غاب عن هذا التشخيص المتعمد أن هناك أياد خفية أحياناً وسافرة أحياناً أخرى تحرك خيوط المؤامرة على المستقبل العربي. وخلاصة القول أن الولايات المتحدة نجحت نسبياً في تنفيذ خطة التدمير الذاتي في بعض الدول العربية، ويكفي نظرة شاملة لنجد أن عدداً من الدول العربية ما زال يعاني هذا التدمير. أليس ما يحدث في كل من العراق وسوريا وليبيا نوعاً من التدمير الذاتي؟ وعلى أي حال، نلاحظ أن ما تقدم جاء تحليلاً مباشراً وكاشفاً للحال العربية، وأوضح حقيقة أن هناك من يخطط حتى اللحظة لإعادة رسم خريطة الوطن العربي من جديد، خريطة مختلفة كل الاختلاف عما درسناه في مستهل حياتنا لجغرافية العالم العربي من الناحية الاقتصادية والجيوبوليتيكية. وعلى رغم ذلك، نتعلق بإمكانية قيام العقل الجمعي العربي بخلق إرادة مشتركة قادرة على التصدي لمؤامرة التفتيت وإنقاذ الأمة قبل فوات الأوان. اليمن لم تعد في حالة المجاعة، لكنها تواجه كما يقول تقرير لصحيفة لافغيس الكندية حالات سوء تغذية وانهيار كامل لنظامها الصحي، حسب ما أفادت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن في باريس. ففي مؤتمر صحفي في مقر المنظمة غير الحكومية، قالت كارولين سيغوين التي عادت البارحة بعد قيامها بجولة لمدة شهر في البلاد أثناء الحرب: إن الانهيار التام للنظام الصحي والنظام الاقتصادي كان هو السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية
الجارية الأخطر منذ بداية القرن. في 8 ديسمبر قدرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كارولين سيغوين قالت قبل الحرب كان سوء التغذية حاضرا في اليمن، وكان لدينا برامج تغذية هناك نقوم بها منذ 10 سنوات، لكن حالات سوء التغذية آخذة في الازدياد. وأضافت كارولين المشكلة في استخدام كلمة المجاعة، في أن المنظمات غير الحكومية تركز على البرامج الغذائية، بينما نعتقد أن المشاكل الصحية اليوم أكثر خطورة من توزيع الأغذية. وأكدت لوكالة فرانس بريس تتضاءل كميات المياه أكثر فأكثر، فهي مخصصة بحسب الأولوية هناك لمزارع القات التي نراها في كل مكان خضراء زاهية. بالنسبة للقات يوجد دائما ماء، أما البشر فيأتون في المرتبة الثانية. التعليم مأساة مؤجلة، تحت هذا العنوان كتب علي عزي مقاله في موقع راي اليمن مضيفا: تذكر بعض التقارير أن ما يقارب 40% من طلاب المدارس تركوا التعليم، حيث بلغ الفارق 120 ألف طالب من 2014 وحتى 2018 في المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثي، بعد أن كان المتقدمون لنيل الشهادة الثانوية قبيل الانقلاب 280 ألف طالب. فما بالك بتارك التعليم في مختلف الصفوف وبقية مستويات التعليم الدنيا والعليا؟ تربويون كثر نهشهم الجوع ومزقهم العوز، فتفرقوا في كل البقاع بحثا عن مصدر رزق يتكفل بقوت أسرهم، وقد يئسوا من انبلاج صبح العتمة وانبعاث الضوء، ولم تمنحهم تضحياتهم الكبيرة في التدريس حصانة أو احتراما وأهمية لدى سلطات الانقلاب. لا تحسب لهم مكانة ولا تخشى عليهم من الضياع وغياب الطلاب، بل إنها تعاملت معهم باحتقار ونقص ولا مبالاة، كما أنها تشعر بالزهو لما تحققه من نتائج ملموسة، وهي ترى بأم عينيها الشلل التام للتعليم، موفرة بذلك نقص المجاهدين، وقد وجدت طلاب المدارس غنيمة فائضة تنهل منها متى تشاء، وكلما شعرت بالحاجة هبت إلى المدارس للتعبئة والحشد والتصدير نحو جبهات الموت. هل يدرك العالم ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة واليونسكو أن التعليم في اليمن لم يعد أكثر من صرخات وتعبئة عامة وحشد مستبصر للموت، ومعلمين يعيشون الفاقة والعبث، يصرف لهم كل صباح قطعتان من الجبن المحشي وسط قرصين من الروتي، وتراهم مجبرين على ذلك تحت مطية التهديد والترهيب؟ أي استخفاف أكثر من هذا؟ وأي سقوط أخلاقي وإنساني أشد من هذه المعاناة؟ تأهل المنتخب اليمني لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه أدخل فرحة كبيرة على الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب. ويعلق موقع دويتشا فيليه في صفحته الرياضية: المنتخب اليمني شمعة تضيء أيام اليمن السعيد الحالكة. وقال الموقع الألماني: رغم ظروف الحرب والمعاناة التي يعيشها اليمن، صنع المنتخب اليمني لكرة القدم الحدث بتأهله نهائيات كأس آسيا 2019، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. هذا التأهل ولد من رحم المعاناة، فالدوري اليمني متوقف، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يمنع النشاطات الكروية هناك لأسباب أمنية. ورغم الانقسام السياسي في الساحة اليمنية، ظل المنتخب اليمني يمثل تلك اللحمة التي تجمع جل التيارات والتوجهات بغض النظر عن اختلافها. وقد يكون السبب هو تواجد لاعبين بالمنتخب يمثلون جل المناطق اليمنية، سواء الشمال وبالتحديد صنعاء حيث يمسك الحوثيون بزمام السلطة، أو الجنوب حيث توجد الحكومة المعترف بها دوليا أو ما تعرف بحكومة الشرعية. وأظهرت الفرحة التي عمت جل المحافظات بعد التأهل لكأس آسيا اصطفاف اليمنيين بكل أطيافهم وراء المنتخب، وهو ما يوضحه أيضا رئيس الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان في حواره مع دي دبليو عربية. نسي اليمنيون القذائف والمدافع وتناسوا كل أحزانهم بعد التأهل، وتحول المشهد القاتم ومشهد الدم الذي كان مسيطرا على الساحة اليمنية إلى أفراح واحتفالات عمت أرجاء البلاد. رفض والده التخلي عن السلطة وأعلنها حربا كأي دكتاتور عربي، لكنه بذلك اتخذ قرارا لتدمير بلاده بما في ذلك أسرته المقربة، وفقا لعنوان القدس العربي.
نجل جديد للقذافي يظهر في أحد سجون زيمبابوي ويرفض العودة لليبيا. قالت السلطات في زيمبابوي إن مهاجرا غير شرعي يدعى عبد الله موسى موني يوسف أبو منيار القذافي يرفض العودة إلى ليبيا لأنه يخشى على حياته بدعوى أنه ابن الزعيم الليبي الراحل بالتبني. وقال وزير العدل الزيمبابوي إن عبد الله موسى فر من ليبيا عام 2011 ووصل إلى زيمبابوي قادما من إثيوبيا، ومنذ ذلك الوقت يطالب بمنحه اللجوء فيما تحتجزه السلطات في أحد السجون في العاصمة هراري. وأضاف في بعض الحالات يرفض اللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين الترحيل، مثلهم مثل القذافي عبد الله موسى الذي طردته أثيوبيا عندما وصل إلى زيمبابوي، رفض أن يستقل رحلة جوية متجهة إلى ليبيا وكان يجب إعادته إلى زيمبابوي. وأشار الوزير إلى أن نجل القذافي المزعوم فر من ليبيا لأنه قال إنهم سيضطهدونه، لكننا لم نتمكن من منحه اللجوء فلا يمكن التحقق من هويته لمجرد أنه ادعى أنه ابن القذافي بالتبني. من صحيفة الديلي تيليغراف هذه الصور التي تحمل الكثير من الجمال وكذا الكثير من المعاني نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.